السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا متتبعي قناة الصدقة الجارية، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد، في يوم آخر لقاء معكم. أنتم أصحاب الدار، أنتم أصحاب القناة، فهي تنمو وتكبر رويدا رويدا بكم، بإعجاباتكم المحفزة، بتعاليقكم المحفزة، بإعجاباتكم، مشاهداتكم، فجزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، وكذلك بآرائكم المتنوعة، فشكرا لكم جزيلا. نريد المزيد 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 يا رب العالمين، المزيد. قفة رمضان، رمضان على الأبواب، نحن في أواخر شهر رجب ورمضان على الأبواب، وهناك من ينتظر، من يفطره، من يفطره، من يفطره، من عندنا ظروف، حنا متهيئه لينا كثيره، كنوجدوا المائده كيف ما بغينا وكيف ما حبينا، وكاينين الناس اللي ما عندهمش نهائيا كسره خبز، كسره خبز، كسره خبز باش يتناولوها. رمضان مقبل، اكثروا 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 مشاهداتكم، من تعاليقكم، من اعجاباتكم، من ارائكم المحفزه، ان شاء الله لتنالوا الاجر والثواب ان شاء الله تعالى في هذه القناه، فهي قناة لنا جميع كاملين، كنحاولوا كاملين أن نحصدوا منها الخير، قناة الصدقة الجارية مع الزمورية. فأنا كذلك أريد حصد الخير، وكذلك بالقيام بعض الوصفات، نتمنى من الله إن شاء الله أنها تنال إعجابكم. الوصفة ديال اليوم فريتيلي دي تزوكا، ريتشيتا إيطاليانا. فريتيلي دي تزوكا هادو وصفة كتصوب بالقرعه الحمراء الدكاليه اللي كنصوبوها في الكسكسو، كتصوب من عوش لكم مذاق رائع، ذوق هائل، ذوق ما نعوش لكم عليه، جد 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 رائع ولادين. ها هي ان شاء الله نحاول نخدموها مع بعضياتنا، صدقوني صدقوني غادي نجربوها، وما غش ندمو الا جربتوها، لانها وصفه لذيذه 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 جدا جدا جدا. ها هي الفريتيلي دي تزوكا، راني قلت لكم وصفه ايطاليه، درت فيها بعض التعديلات، هما كيديروا الفرينه، انا ما درتش الفرينه، درت الفينو، كيديروا كذلك زيت الزيتون البكر للقلي باش يقليوها، انا قليتها في زيت نباتي وخاصه زيت الذره اللي معروف انه خفيف وغير مضر للصحه، هو تبقى فائده ديالو اقل، لان زيت الزيتون لا زيت يعلى عليه، نكونوا واضحين، لا زيت يعلى على زيت الزيتون البكر، فهي الشجره المباركه المذكوره في القران. ها هي الفريتيلي ديالنا، جاو جد رائعين، انا ديجا خديت دقت منهم، جاو جد رائعين، وصفه ايطاليه محضه كيديروها، وخاصه هاد المنطقه اللي بحكم انهم كيزرعوا القرعه، وهما عارفين الفوائد اللي في القرعه، راه كيستعملوها في عده وصفات وصفات كثيره، ومن الفوائد ديالها انهم كيديروا ليها مهرجان، راه الجائحه ديال كورونا هي اللي خلاتنا اننا نتحربوا نتحرموا من عده مهرجانات كيديروهم، لانني كنت ناويه بانهم غادي داروا مهرجانات، غنهضروا على الفوائد، غنهضروا على انواع كثيره ديال هاد القرع او اليقطين او القرع الاحمر ولا القرعه الحمراء اللي كان معروف احنا كنقولها القرعه الدكاليه، راها جد لذيذه. نتمنى من الله ان هاد الطبق ينال اعجابكم وينال رضاكم، ولما لا تجربوه، طبق صحي مفيد مفيد مفيد، صحي خاصة إلا كان مقلي في زيت الزيتون كيف كيديرو هما هنا الإيطاليين، أنا درتو بزيت نباتي. نتمنى من الله أن الفائدة تكون، ونتمنى إن شاء الله أن هاد الوصفة تنال إعجابكم وتنال رضاكم. هذا تلبية لطلب بعض الأخوات اللي قالك حنا القرعة كنخدمو بها إما في الكسكس أو في الشوربة صوبة، الأغلبية هادشي فاش كنخدمو فيها. ان شاء الله نتمنى من الله ان ينال ارادكم اعجابكم، وسلام الله، ونتبداو ان شاء الله مع الوصفه باذن الله. نبداو على بركه الله. هاد لي فريتيلي ديال القرعه غنحتاج تقريبا قل من نص كيلو او نص كيلو، المهم انا نعطيكم هاد المقادير، ممكن تضاعفوها الا كانت العائله كثيره.
عندي هاد القرعه الحمراء، ها هي نقيتها قشرتها حيدت منها كذلك الزريعه ديالها ودوك الخيوط ديالها اللي فيها. عندي جوج بيضات، الا كان نص كيلو كندير فيه جوج بيضات. عندي الفرماج محكوك، عندي الفينو، الفينو ها هو، عندي المعدنوس مقرط. وغنبداو ان شاء الله. اول شيء غندير غنحك هاد القرعه في حكاكه تكون العيون ديالها شويه كبار، ماشي صغار، ماشي تكون حكاكه ديال الخيزو، لا حكاكه تكون العيون ديالها شويه كبار. ونبداو ان شاء الله على بركه الله. بعد ما حكيت القرعه غنزيد عليها المعدنوس، غنزيد عليها مليحه الملح كتبقى حسب الذوق، غنزيد عليها الفلفل الاسود او البزار، وغنحرك العناصر ديالي كلها. هيا العناصر ديالي تخلطات، غنزيد فيها جوج بيضات، وغنحركهم ان شاء الله. غنزيد عليها الفرماج محكوك او البارميجانو ريجانو، ربعه المعالق يكونوا كبار، غنحركهم ان شاء الله. غنزيد فيها ربعه المعالق ديال الفينو، اختي ممكن تضاعفي الكميه الا خديتي درتي القرعه كثيره، ممكن تضاعفي الكميه. انا درت كميه قليله وعطيتك لا باز ديال لا غوسيت باش ان شاء الله، حيت حنا قلال وبالنسبه للناس اللي تبارك الله عائله كثيره تبارك الله ما شاء الله، والله يصلح الجميع والله يعطي الصحه للجميع يا رب العالمين. يضاعفوا هذه فكره كذلك باش ناكلوا القرعه، تحيد ديك الفكره ديال انها دائما كدار عف الصوبه، ملي كنقولوا القرعه اما الكسكسو او الصوبه. نغيروا شويه، ها هي باذن الله وجدات. غنخليها ترتاح شويه حتى ديك القريعه تطلق شويه الميه ديالها، ونتلاقاو ان شاء الله في القليان باذن الله. خديت مقله غندير فيها الزيت، انا غندير زيت نباتي، اما هنايا الوصفه راه ايطاليا كيديروا زيت الزيتون البكر، انا غندير زيت نباتي. الوصفه راه ايطاليا وكيديروا زيت الزيتون البكر، انا غندير زيت نباتي. ودرت كميه شويه قليله، نتوما ممكن ديروا لي حيت انا باغي نقلي هاد الشيء صافي، علاش نحتفظ بالزيت مره اخرى نقلي به. راني قلت لكم انا ضد القليان، ولكن هاد الوصفه ايطاليه وكدار هكا، هما كيديروها راها صحيه لانه كيقليو في حم في زيت ديال زيتون البكر، يعني مفيد وصحي. وعلى فكره داك الزيت اللي كيبقى ليهم كيرميوه، ما كيخدموش به نهائيا، كيرميوه. غناخذ ملعقه الكميه ديالي وغنحطها وغنبسطها بالمعلقه، كيبقى لك الاختيار اختي. بغيتيهم يجوك دوك لي كروكيون يجوك مقرمشين ممكن تقرصيهم اكثر، كنتي بغيتيهم يجيوك شويه غلاظ خليهم غلاظ، كيبقى لك لكن الاختيار. انا غندير شويه هكا وشويه هكا بحكم انني كنبغيهم مقرمشين وكنبغيهم رقاق، والزوج ديالي كيبغي اي حاجه تكون شويه غليظه. ها هما بديت كنقلب فيهم، قضيه القليان راه كلشي كيعرف خصو يكون لونهم ذهبي، كلشي كيعرف نار متوسطه باش يطيبوا لنا حتى من الداخل. عرفتوا بانهم راه فيهم شويه ديال الفينو، على الاقل ما ناكلوش، ناكلو العجينه تكون طيبه.
الخضره خضراء ماشي مشكل، الاسكالس ماشي مشكل، راها جد صحيه. ها هما تقلاو كاملين وجدوا، درت لهم هاد الورق باش يشرب ليهم شويه الزيت، زيت ديال القليان. نكررها، الماكله المقليه راها بنينه ولذيذه ولكن راها مضره، خاصه الا كانت بالزيت نباتي، اما الا كانت بزيت الزيتون راه مفيده، وعارفين فوائد زيت الزيتون. ها هي نخليها تشرب مزيان ان شاء الله. هو هذا الطبق ديالنا كمل، نتمنى من الله ان الوصفه تنال اعجابكم وتجربوها وتخليوا لي في التعاليق ديالكم. وصفه ايطاليه فريتالي دي زوكا. سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا.